السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض بقية الديكورات اللي احنا بدأناها امبارح. أخدنا من البوتات دي الصبار الزيادة اللي كان فيها، وحطينا الزهرة اللي شبه الصبار دي بالشكل ده كده، وسبق وقلت لكم إن أنا هعمل لها ديكور أو قاعدة تكون شبيهة بيها. ده الورد اللي أنا هستخدمه النهاردة، اللي هو زي زهرة الصبار بالشكل ده كده، أو قريبة من زهرة من الزهور اللي هي اليابسة. وكمان معايا هنا قاعدة فرداني بالشكل ده، بالشكل اللي هو رصاصي بالطريقة دي كده، هي شبيهة بالبودة شوية أو فيها من الرصاصي بتاعه ده، قريب منه أو من الكاميرا. فبالتالي إن أنا هقطع الجزء ده كده بحيث إن أنا أعمل وحدة في الألوان ما بين الدرجة دي والدرجة دي، وكمان أعمل وحدة من الوردة اللي أنا حطيتها دي مع زهرة الصبار، بحيث إن الاتنين يكونوا اتحطوا جنب بعض. دي الكمية اللي أنا قطعتها من الورد، دي الكمية اللي أنا محتاجاها ومقطعاها من الورد أهو بالشكل ده كده. معايا الكمية دي، ده عبارة عن 6 قطع بالشكل ده كده اهي، وهبتدي ان انا احطها من غير اي، يعني من غير اي اسفنجة او اي حاجة، لان انا معلياها. فبالتالي هحطها بالشكل ده كده اهو، وكمان هحطها بالطريقة دي. هي طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي تكلفة خالص بالشكل ده كده اهي. ده الشكل النهائي بتاعها، وده شكلها معايا. وطبعا البتاع دي، العبوه دي، انت ممكن تجيبيها من محلات اخر العنقود او اي محل الورد جاهز، او تشتري البوتات دي جاهزه بالشكل ده كده، بتعمليها في البيت بالشكل ده كده. طبعا انا ما عنديش فوم، لو انت حابه ان انت تحطي فوم فيها ما فيش فيها اي مشكله خالص. وده الطريقه اللي احنا خدمنا بيها الموضوع كله بالشكل ده كده اهي، وعملناها بالطريقه دي كده بالشكل ده. ده الشكل التاني اللي احنا عملنا بيه الاتنين زي بعض، وحطيناهم وظبطناهم بالشكل ده كده مع بعض بالشكل ده كده. ده الوحدتين الاتنين اللي نقصت ان انا اعملهم باللون الرصاصي، هيكون شكلهم متقارب من بعضه شوية، وفي نفس الوقت كمان هتكون حاجة في منتهى البساطة، في منتهى الشياكة ان انت تعمليها في بيتك. وده طبعا اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت معانا بالشكل ده كده. وطبعا هسيب لكم رابط الجزء بتاع الصبار، وكمان الرابط بتاع الجزء ده في صندوق الوصف ان شاء الله. بعد كده تاني فكرة معايا، انا قلت قبل كده او نوهت الفكرة اللي فاتت، ان انا هنا كان معايا شمع جايباه من محلات اخر العنقود. الشمع ده القطعة كانت ب3.5 جنيه، والقطعة دي كانت ب5 جنيه. حابة طبعا هي كوبايات عادية، وانا حابة ان انا اغير شكلها واخليها شكلها كويس او حلو. هاجي هحتاج للتزيين فراشات من الستان بالشكل ده كده، ده البوت اللي انا كنت استخدمته
او اللي انا استخدمته في فيديو صبار، وحطيت فيه صبار، عندي منه كمان قطعتين مليتهم بالخرز بالشكل ده كده اهو. ده خرز انا ضفته، اي نوع خرز موجود عندك انت ممكن تستخدميه بالشكل ده اهو، بتحطيهم كده. وكمان عندي ورد من اللي هو التركي اللي هو بالشكل ده. هاخد اقطع القطع الصغيرة دي علشان انا هحتاجها، هاخد منها قطعتين اتنين بالطريقة دي كده اهي، وهبتدي ان انا اغرزهم في الفنجان بالشكل ده كده اهو. ده الشكل النهائي بتاعها معايا بالطريقة دي كده اهي. كمان ممكن احطهم على طبق بورسلين بالطريقة دي، واحطهم بالشكل ده كده اهو، بحيث ان هم يكونوا الديكور شكلهم حلو، يكون شكلهم ظريف وشكلهم مفرح بالشكل ده كده. في حاجة انا خدتها من اللي هي زي دي، حابة ان انا اعمل لها ديكور مختلف خالص. هبتدي بقى علشان عندي حاجة هحطها معاها، هبتدي ان انا اجيب الخيش اللي بالشكل ده كده اهو، وهبتدي ان انا اثبتها بالشكل ده كده عليه، احطها من تحت كده، هيبقى الديكور بالخيش علشان يكون عندي ديكورات مختلفة بالشكل ده كده اهو. هبتدي ان انا اقصها واثبتها بالشكل ده كده. هبتدي ان انا اجيب فراشة باللون الكشمير بالشكل ده كده، بحيث ان هي تكون غامقة شوية، وهبتدي ان انا احطها بالشكل ده كده على عليها بالطريقة دي كده اهي. ده الشكل اللي انا عايزة اعمله ليها، ديكورات سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص اهي. وبعد كده بقى ايه، هبتدي ان انا اثبتها بالشكل ده كده وبالراحة كده. ده الشكل اللي انا حبيت اوصل ليه. في معايا بقى ازازة برفان، دي الفكرة الرابعة، ازازة برفان بالشكل ده كده. لو انت عندك متوفر منها ماشي، لو انت ما عندكيش ممكن انابيب الاختبار اللي احنا بنشتريها في المعامل تناسب الفكرة. فانا هنا ده شفته ديكور في محلات اخر العنقود، حطيت فيها خرز كده وشلت الجزء ده من فوق اهو، شلت الجزء ده كده وبعد كده سبتها معمولة كده من فوق. وجيت على اللي هو الخيش بالشكل ده كده على كده، علشان الاصل في الديكور الطبيعي انه يكون هنا قطعة من الخشب. فلفيت الخيش بالشكل ده كده بحيث ان هي تكون فوهة عليه بالطريقة دي كده. وبعد كده هبتدي انها واثبتها بالشكل ده كده في الجزء ده كده، وهاجي من هنا على الجزء ده وهقص وردة صغيرة بالشكل ده كده باللون الكشمير، وهبتدي ان انا اثبتها بالطريقة دي كده اهو بالشكل ده كده. هنا انا كده عملتها وقفلت الخرز عليها بالشكل ده كده، وعملت منها جزء برضه بالخيش وبالشمع، بحيث ان هي تبقى قطعة واحدة متناسقة مع بعضها على الاطلاق اهي. وخلاص ده شكل الديكور اللي احنا عملناه مع بعض. وهنا كمان ده الشكل اللي انا عملته فيها. لو انت حابة ان انت تحوليها كمان وتعملي كذا قطعة مع بعض يكونوا شكل بعض كده، مفيش مشكلة خالص. لو انت حابة ان انت تحطي الاتنين دول جنب بعض برضو مفيش فيهم اي مشكلة خالص. لو حابة الديكور كده، لو انت حابة تشيلي دي نشيلها ونعملها بنفس الشكل برضو. دي كانت أفكارنا النهاردة، أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.